اول حاجه غنقول لك هي بغيتك تعيش مع هذا الفيديو وتكملو حتى الاخر باش تعرف شنو بغيت نوصل لك. انت ولا انتي، كنتي دري ولا بنت، كنتي صغير ولا كبير، كنتي كتريني ولا ما كترينيش، جيت باش نشارك معكم الطريق اللي دزت منها والتجربه ديالي في هذا الرياضه. جيت نقول لك الحل باش تطلع فورما، جيت باش نبين لك بلي كلشي سهل، جيت باش نموتيفيك، جيت باش نقول لك خاصك تصبر وتكون نفسك حاره وعندك هدف قدامك خاصك توصل له. في 2015 كنت انسان عادي جدا، ما دخلانيش الفكره ديال هذا الرياضه الراسي، وكنت واخد عليها بزاف ديال الافكار الخايبه. كنت كنقرا في الباك، كانوا عندي بزاف ديال المشاكل في راسي، منهم الباك، منهم خاصني ندوز الامتحانات وبزاف ديال الحوايج. واحد النهار فكرت باش انا خاصني ندير فورما ونغير حياتي للافضل ونكون داير شي حاجه ما دايرهاش بنادم اللي في العمر ديالي. دخلت لاصال، بديت كنتريني كاي مبتدئ كيدخل لاصال، ما كنتش عارف راسي اش كندير. بديت كل حصه كنجي فيها وكنخدم حاجه، كنت كنخربق بهذا المعنى. فورمتي كانت ضعيفه بزاف وما كانوش عندي الامكانيات باش ناكل بزاف او نبقى نخلص لاصال. كنتريني عادي، كنجي من لاصال كناكل كاي انسان. داز الوقت، لقيت راسي في 2017، واخا ما كنتش كناكل بزاف لقيت راسي تبدلت، فورمتي بدات كتقطع. في شهر 7 من 2017 قررت باش ندخل للعالم ديال هاد الرياضه، وتما فاش بداش الطريق ديالي. دخلت قريت على هاد الرياضه، حاولت نصايب بروغراماج ديال الماكله ديالي، واخا ما كنتش متاكد باللي داك البروغرام اللي صايبته هو الصحيح ولا لا. واخا هكاك مع الوقت لقيت فورمتي كتغير دغيا وكتحول بزاف، كل ما دخلت الجسم ديالي ماكله اكثر كل ما كنشوفو كيعطيني اكثر، تموتيفيت بزاف. قلت خاصني ندخل نبحث مزيان على هاد الرياضه. دخلت بحثت، عمرت راسي مزيان، واي حاجه كنقراها وكنلقى عليها ابحاث علميه كنطبقها على راسي وكتصدق معايا. لقيت راسي غادي في واحد الطريق اللي صحيحه، ومع الوقت لقيت راسي في 2018 هنا فاش غادا تكون البدايه ديالي. كانني وليت عارف الجسم ديالي كيفاش كيخدم، وليت عارف معلومات بزاف على هاد الرياضه. بقيت مقاتل نهار ورا نهار، كنت حاط هدف قدامي باش نوصل لواحد الفورمة اللي تكون مقنعاني. بقيت غادي بنفس الرجم، كناكل مزيان وكنعس مزيان وكنتريني مزيان. كل ما انا كندير هادشي كل ما الجسم ديالي كيستجب معايا اكثر وكيعطيني اكثر، وكنت انا كنزيد نتموتيفا. في 2019 بديت كنبحث على المراحل اللي كيدوز منها الواحد في هاد الرياضة. لقيت باللي ضروري خاصك تدوز من واحد المرحلة اللي سميتها التنشيف. درتها فكرة في راسي ودرتها كهدف، وكل صباح من نفيق كنقول خاصني نوصل للهدف ديالي. حطيت واحد الهدف قدامي يعني خاصني نوصل له. كنت كنسمع بلي التنشيف مرحلة صعيبة كيدوز منها اي رياضي، وخا هكاك ما استسلمت وكافحت وصبرت وكملت في طريقي وبديت هاد المرحلة. وصلت لواحد الجسم اللي عجبني بزاف، واخا نتوما غيجيكم عادي، ولكن انا بالنسبه ليا انجاز درتو في حياتي. واخا ما قديتش نكمل في مرحله التنشيف، درت ايامات معدودين في حدود 32 يوم وحبست. من بعد رجعت للمرحله ديال التضخيم، وليت حسن من النيفو اللي كنت فيه قبل، والجسم ديالي زاد كبر، وليت كنحس براسي حتى انا عندي فورمه، وكنت اي حاجه وليت كنلبسها كتجي معايا. وفي نفس العام في اواخر 2019 فكرت انا باش نحاول ندير شي حاجه اللي تزيد تغير حياتي. فكرت باش ندير التدريب، مشيت بحثت في هادشي ولقيت راسي غادي في الطريق الصحيح، ولقيت مدارس كبرى ديال التدريب وقريت فيهم وزدت دوبلت المعلومات اللي كانت عندي في راسي. من بعد خدمت بزاف ديال لي صال باش نكسب واحد الخبره وتكون عندي تجربه شي جسم من غير الجسم ديالي. وليت كندرب الناس، ولاو الناس كيثيقوا فيا، وليت كنموتيفيهم، وليت عارف الهدف ديالهم، وكلشي كيوصل للهدف اللي باقي. بقيت في نفس الطريق. في 2020 كنت غادي مع الجسم ديالي مزيان حتى اجا الحجر الصحي. صراحه تخربقت بزاف، ما عرفتش ما ندير، واخا كترينيت في الزنقه في الدار في اي بلاصه ما فقدتش الامل. بقيت كنتريني نهار على نهار، واخا ما كانش واحد شويه ديال التحفيز. قلت مع راسي ما يمكنش داكشي اللي بنيته في 5 سنين غنضيعه في واحد المده اللي قصيره. من بعد الحجر الصحي شفت في المرايه لقيت فورمتي ما عجبانيش، فكرت باللي خاصني ندخل المرحله ديال التنشيف عاوتاني وديرها احسن من اللي كانت قبل. بديت عاوتاني هاد المره، ولكن هاد المره بافكار جديده وبمعلومات جديده في راسي، والحمد لله مشيت بخير. وكانت النتيجه ديال 90 يوم جد مبهره،
لدرجة أنني ما تيقت راسي واش هذا أنا ولا لا. كافحت وصبرت وتقاتلت باش نوصل لهذا النيفو وهذا الفورما اللي كنحس بها عجباني بزاف. كما كتشوفوا هذا هو النيفو ديالي حاليا 2020 شهر 11. مهم كانت هذه هي القصة ديالي مع هذا الرياضة، وكان هذا هو النيفو الأخير ديالي، والحمد لله وصلت لهذا النيفو بمشقة الأنفس. 5 سنين ديال العذاب، 5 سنين ديال القتال، 5 سنين ديال لونترينمون، يعني ما سهلاش كما كتشوفوا في التصاور. الحمد لله على نعمة الله. مهم أخوتي، الهدف ديالي من هذا الفيديو هو التحفيز. ولو كان عندك شي هدف غادي يجي واحد النهار غادي تلقى راسك تحقق فيه. دير الهدف قدام عينيك، صبر وتقاتل وكافح باش توصل ليه. حتى شي حاجة ما صعيبة، كل شي سهل، كل شي تيجي بالصبر، كل شي تيجي بالقتال، كل شي كيجي بالخدمة. مهم أخوتي ما نطولش عليكم، كانت هذه هي القصة ديالي. نتمنى تكون عجباتكم القصة وتكونوا استفدتوا وتكونوا خديتوا منها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. وأهم حاجة هو نتمنى نكون موتيفيتكم قد ما موتيفيت راسي. مهم أخوتي، تهلاو في راسكم وديما الموتيفاسيون وديما الخدمة.